قبل تقريبا 6 سنوات كان عندي هاجس ان تاريخ الكويت السياسي الحديث ما تم تدوينه بنسبة بسيطة جدا. هو مدون بعض التجارب اللي موجودة في الكتب، مو وايد ايضا، لكن على التلفزيون او في البرامج التلفزيونية ما في اي برنامج سياسي دون الاحداث المهمة اللي مرت على تاريخ الكويت السياسي الحديث. في برامج مشابهة عربية اجنبية طبعا دونت الكثير من الاحداث في سواء العالم العربي، في الشرق الاوسط او في العالم بشكل عام، لكن الكويت اللي في فترات عديدة كانت محور من أهم محاور الأحداث السياسية في المنطقة، سواء على المستوى المحلي أو على صعيد المنطقة أو عربيا، هذا كله مو مدون. شخصيات كويتية كان لها دور في أحداث محلية وأحداث عربية، شخصيات عربية انطلقت من الكويت وأسست كثير من الحركات السياسية والأحداث المهمة سياسيا على صعيد المنطقة أيضا وعلى صعيد العالم العربي. هذا كله مو مدون، ومو مدون للأجيال الجديدة، الأجيال القادمة، الشباب اللي اليوم للأسف الشديد احنا إذا كنا نقول احنا أمة اقرأ لا تقرأ، في السابق الناس ما كانت تقرأ، بعد اليوم في العصر الحديث في العصر الراهن الناس بعد أكثر ابتعدت عن الكتاب، وخصوصا عنصر الشباب. فأنت صار الهم والهاجز أن كيف تقدم مادة تستقطب فيها فئة الشباب، تدون فيها تاريخك وتحافظ على التاريخ للمستقبل. وإحنا مثل ما احنا عارفين أنت حتى تقرأ الواقع السياسي اليوم في أي بلد في أي مكان، أو حتى أن تستشرف المستقبل كيف الأمور ممكن تذهب في أي اتجاه، أو أن تستفيد بما مضى، لازم تقرأ تاريخك. تاريخك تقرأ بحلوة وبمرة. هني من هالأفكار هذه كلها أن كيف ممكن إحنا نقدم برنامج جديد. الفكرة ما هي جديدة، فكرة برنامج الصندوق الأسود ما هي جديدة، موجودة مثل ما ذكرت في عدة قنوات عربية وأجنبية. إحنا كوتنا الفكرة وأعطينا الأولوية للشخصيات الكويتية أن تظهر في هذا البرنامج وأن تقول روايتها. ما كنا نعتمد على مسألة الباحثين اللي دونوا التاريخ، كان عندنا مهم جدا أن الأشخاص نفسهم اللي عاصروا هالأحداث وكانوا جزء من هالأحداث السياسية المهمة هم في حياتهم يطلعون ويقولون روايتهم في برنامج الصندوق الأسود. هو كان بداية البرنامج في يعني كان في أيام الكوت، كنا في قناة الكوت، فجاء عمار فجأة بالليل ولقيته جاي، فدخل خدني ودخلنا الغرفة بتاعتي وقعدنا، فقال لي أنا عندي حاجة هقولها لك دي بالنسبة لي حلم حياتي. فقلت له إيه؟ قال لي أنا عندي برنامج عن تاريخ الكويت، بس بشغل صعب، مش شغل صعب ومش عارف إيه وكده. فقال لي معايا، قلت له معاك. ومن ساعتها بقى بدأنا بقى ابتدي نتصور بقى، يعني كان بيبقى فيه مثلا، كان أول بداية معايا في البرامج زي كده، لأن أنا منتج حاجة دوكيومنتري، فكان بياخد وقت معايا، يعني مثلا نقعد 4 أيام 5 أيام في الحلقة مثلا، فكده بدأت يعني. مرت على الكويت الكثير من الأحداث السياسية المهمة واللي شكل بعضها نقطة تحول في المشهد السياسي، لكن للأسف الكثير من هذه الأحداث ما تم توثيقها تلفزيونيا. بنحاول بنجتهد نوثق هذه الأحداث. ليش الصندوق الأسود؟ المعروف أن الصندوق الأسود هو الصندوق اللي موجود داخل الطيارة واللي يحتوي على كل المعلومات، وللعادة ما حد يلجأ له إلا إذا حبينا نعرف كل التفاصيل الدقيقة اللي صارت على الطيارة. من هني استوحينا اسم البرنامج الصندوق الأسود،
اللي من خلاله راح نوثق أهم الأحداث السياسية اللي مرت على الكويت، راح نوثقها على لسان شهود عاصروا تلك الأحداث يرونها على شاشة التلفزيون. برنامج الصندوق الأسود على المستوى الشخصي كان أول عمل سياسي أشترك فيه، لأن معظم أعمالي كانت في الإعلانات والبرامج الترفيهية. بعد انضمامي لفريق العمل استفدت كتير جدا من المحتوى اللي بيقدمه البرنامج. الصندوق الأسود من وجهة نظري هو واحد من أهم البرامج في الكويت، أو نقدر نقول على مستوى الخليج والوطن العربي، اللي بيقوم على توثيق الأحداث التاريخية السياسية. وفي الوقت اللي احنا بنعيشه حاليا ومع سهولة الحصول على المحتوى المرئي والمسموع على السوشيال ميديا، فاعتقادي ان برنامج صندوق الأسود هيكون مرجع غني جدا بالمعلومات والأحداث اللي هيستفاد منها أجيال كتير في المستقبل. أنا شخصيا ما لي علاقة بالسياسة، يعني أنا مو متابع سياسية بشكل كبير. اوكي احب الافلام، احب المسلسلات الوثائقيه، احب الشغلات هذه، لكن انا ما احب، يعني ما عندي معلومات وايد عن السياسه بالكويت او السياسات اللي عاده الدول او سياسات الشخصيات. فاللي اكتسبته بالبرنامج اني انا وايد معلومات كنت ما اعرفها، ولا اني انا قريتها، ولا اني انا يعني مرت علي حتى لو بقعده او شيء كذي، فقاعد اسمعها من الصندوق، قاعد اسمعها من ضيوف الصندوق، فقاعد يثروني بالمعلومات والحقائق اللي احنا قاعد نسجلها مع الضيوف، قاعد اتفاجئ فيها وايد، قاعد اتفاجئ بوايد شغلات ما عمري سمعتها من قبل. فاضافه وايد كبيره هي اللي فادتني، وقاعد تكون عندي المعلومات السياسيه اللي انا بالاساس ما بحثت عنها او ما قريت عنها او ما اعرف عنها شيء. مقدم البرنامج الاستاذ عمار تقي هو شخصيه مجتهده جدا، ليه كاريزما مميزة وعنده ثقافة واسعة جدا بالعمل السياسي. بنشوفه ازاي بيقوم بمجهود كبير من اول العمل على دراسة اختيار ضيوف البرنامج بعناية، لحد العمل على تحضير واعداد الحلقات والحرص على توثيق جميع الاحداث. اعتقد شيء رائع انك تشتغل مع شخص مجتهد وبيحب شغله. كل ضيفي ما يقارب الشهر بين قراءة كتب، بين قراءة ما هو موجود على الانترنت بالكامل، بين مشاهدات فيديو لجميع اللقاءات سواء للضيف نفسه أو للأحداث المرتبطة بالضيف. يعني ممكن تكون من ضيوف ثانيين متكلمين عن مواضيع معينة، أيضا هذه لازم نرجع ونشوف اللقاءات كلها ونسجل ملاحظاتنا. الضيف نفسه تصير جلسات حوار، جلسات تحضير معه عديدة، يعتمد على كل ضيف من ضيف إلى آخر. بعض الضيوف ممكن جلسة حوارية واحدة مدتها ساعتين لثلاث ساعات أفرج، بعض الضيوف لا، ممكن ثلاث أربع خمسة أيام كل جلسة حوار. فهذه كلها نجمعها وبعدها نسوي سيناريو كامل للحلقة، يعني نجمع المادة الخام إن صح التعبير مكتوبة، وبعدها نبدأ عاد في وضع سيناريو زمني وتسلسلي لجميع الأحداث اللي راح نتناولها في اللقاء. تصويرنا يكون في بيوت الضيوف، في كل ضيف كنا نصور عنده بالبيت، فكان الموضوع يستغرق وقت طويل وايد. احنا نكون قاعدين عنده بالبيت 6-7-8 أيام، نكون احنا موجودين عنده بالبيت، نصور الحلقات وناخذ وقت طويل من 3-4 ساعات تقريبا تصوير. وكانت تواجهنا مشكله انه مو كل بيت يصلح حق التصوير، يعني البيوت عاده ما تكون مهيئه انك انت تقدر تصور فيها، بالنسبه حق موضوع الصوت، بالنسبه حق موضوع اللي هو الاضاءه. فتبدا انت تشوف لك حلول، تشوف لك يعني افكار انك انت تقدر أو تجمل فيها التصوير أو تجمل فيها الكادر عشان التصوير. بتعدي كذا مرحلة معنا، مش مرحلة واحدة زي ما الناس، يعني الناس بتشوفها كده يفتكروا الموضوع سهل. لا، احنا مثلا لو غلطنا في أي صورة أو أي شخصية يحصل معنا مشكلة، يعني لأن بتبقى توثيق تاريخ وكده، فممكن واحد ما يطلعش هو أو مش نفس الشخص يطلع مشكلة. فبنعمل الصوت، بنبعته، بناخد الصوت مثلا بعد ما ناخد الحلقة، عمار ينظف الحلقة كاملة
الكلام اللي هو عايزه اللي هو محتاجه. بعد كده نقوم حلقه، بس انا بكلمك عن حلقه واحده، نقوم ببعتها للمعد، المعد بياخدها صوت يسمعها، يجيب لنا الارشيف بتاعها، وما بيجيبش الارشيف كامل يعني، يجيب الارشيف ويركبه. بعد كده انا اركب الارشيف، بعمله بقى بالجرافيك، وببتدي اقطع الحلقه من اي تو زد كامله، وعمار يقعد يشوفها. بعد ما عمار يشوفها طبعا هو بيزود حاجات تاني ويشوف، ونركب بقى مثلا اضافات، وفي النهايه بقى بنشوفها مع مثلا يجي احمد ونشوفها، وبعد كده نعتمدها قبل ما تطلع. هو البرنامج بلش اول بثه في سنه 2017 على قناه الكوت الفضائيه في ذلك الوقت، واستمر عام كامل. الستاف الفني كان مختلف في ذلك الوقت، يعني عدا المونتير والمعد اللي ساعدني في مساله الاعداد، هالاثنين لا استمروا معي. لكن بعد ما توقفت قناة الكوت في سنة 2018، انتقلت في البرنامج إلى قناتي الخاصة على اليوتيوب عام تقريبا لمدة سنة كاملة. أيضا هني بدأت الشراكة مع الإخوان في شركة فوتون، وتولى إخراج العمل المخرج أحمد القطان، واستمر معاي الأخ منير محي، هو مونتير البرنامج، لأنه هو مونتير معاي من 8 سنوات تقريبا من قبل البرنامج بسنوات، وأيضا الأخ أحمد حاجي اللي أيضا يشاركني في إعداد البرنامج أيضا استمر معاي. لكن البرنامج تولته شركة فوتون للإنتاج من سنة 2018، واستمرينا مع فوتون إلى اليوم. بس في سنة 2019 أو نهاية 2018 اللي هي دخلت الشراكة الجديدة مع جريدة القبس، وصار البرنامج إنتاج فوتون كشركة منفذة للعمل. لكن الشركة الراعية أو الجهة الراعية للبرنامج هي جريدة القبس. طبعا هذه مو أول عمل أشتغله ويا الأستاذ عمار تقي. أنا كانت عندي تجارب سابقة مع الأستاذ عمار في البرامج، فكنت أشتغل وياه في برنامج اسمه همزة وصل، وكان في برنامج بين السطور، كان في برنامج وثائقي يتكلم عن الإعلاميين. فهذه الأعمال كلها صارت وياي تجارب ويا عمار، فعمار عرفني وأنا عرفه، اشتغلنا ويا بعض فترة طويلة. بعد ما الكوت وقفت البرنامج، ما صار في إنتاج البرنامج أو ما قعدت تنتج الكوت بعد ما سكرت، كلمني الأخ منير اللي هو مونتير البرنامج، قال لي أحمد عمار قاعد يدور على شركة تنتج تكمل إنتاج البرنامج، إنه المشروع يبي يكمل فيه ويبي ينتج حلقات زيادة. فأول ما قال لي قلت له أنا ما عندي مشكلة، جهد. بعد ما قدمنا الاقتراح حق عمار وصار في بداية قبول من عمار ان احنا ننتج البرنامج، بلشنا الشغل. كانت له فكرة استثمار، قلت لك استثمار كان جيد وحماس بدر كان زين. بالبداية كانت له الشخصيات ما نقول متواضعة، بس انه يعني ما في انتباه حيل كان على الصندوق وايد، بس في شخصيات طورت من هذا، من عدد المشاهدات، من الانتشار، طورت وايد جوانب فيها. نقطة التحول الأولى في البرنامج كانت يمكن من حلقات الوزير السابق دكتور عادل الصبيح، كانت هذه بداية خلينا نقول انطلاقة انتشار البرنامج. وهذا كان بسبب رئيسي اللي هو ارتفاع سقف الصراحة في سلسلة حلقات الدكتور عادل الصبي. هذا عطى الحلقات زخم أكبر. الحلقات اللي كانت في السابق كانت جيدة ومهمة وأرشفت أحداث مهمة بكل تأكيد، لكن التحفظ من قبل الضيوف كان وايد أكبر. حلقات عادل الصبي وايد قللت التحفظ، ارفعت سقف الصراحة، انتشر البرنامج على مستوى الكويت انتشار وايد جيد. بعدها صارت حلقات محمد السنعوسي وزير الإعلام السابق، هذه عطت انتشار أكبر للبرنامج على صعيد الخليج.
شخصيته الجدلية، صراحته الكبيرة أكثر من حلقات عادل الصبيح، هذه أيضا أعطت الحلقات انتشار واسع، طلعنا من الإطار الكويتي، صارت الحلقات مشاهدة على مستوى الخليج. فهذه نقطة التحول إن صح التعبير الثاني في مسألة انتشار البرنامج. نقطة التحول الثالثة في انتشار البرنامج كانت حلقات الدكتور عبد الله النفيسي، أعطت البرنامج انتشار عربي واسع، يعني كانت هنا ردود فعل من الصومال، من تشاد، من جيبوتي، من اليمن، من دول في روسيا، جاليات عربية في روسيا الاتحادية، دول كثيرة قاعدين، فهذا عطى زخم وانتشار واسع للبرنامج أكثر بعد حلقات الدكتور عبد الله النفيسي. والانتشار المهم أيضا جدا، أو هذا اللي يمكن خلينا نقول ركز البرنامج أكثر وعزز من حضوره عربيا، هي حلقات الأمير تركي الفيصل، لأنه كان هو أول ضيف خارج الكويت، فانتشر البرنامج أكثر وأكثر، لأنه خلاص بدأنا إحنا نطلع في البرنامج خارج الكويت، والجمهور المستهدف إذا كان في بدايات البرنامج كان جمهور كويتي، بعد حلقات الأمير تركي الفيصل وحلقات الدكتور عبد الله النفيسي صار الجمهور المستهدف هو الجمهور العربي كله. فريق عمل البرنامج هم عبارة عن عائلة مترابطة، كل واحد فيهم بيحاول إنه يقوم بعمله على أكمل وجه، من أصغر شخص في الفريق لحد مخرج العمل، الكل بيتعاون وبيقدم أقصى ما عنده لإنجاح هذا العمل. في حلقة الأستاذ حسين اليوحى، أستاذ حسين اليوحى لما رحنا صورنا عنده بالبيت، البيت كان حجمه كبير والديوانية كانت فيها سقف عالي، فكنا أثناء التصوير مالنا لما كان يتكلمون كان صوت الصدى وايد عالي، فكان وايد مؤذي، فاضطريت أن أسوي مثل خيمة على الضيف وعمار بالخام وأسكر من كل جهة، بحيث أن أحاول أني أنا أمنع صوت الصدى أنه يطلع وياي، ما قدرت أمنعه 100% زين، لكن بنسبة كبيرة حاولت أني أنا أخفف موضوع الصدى بعملية أني أنا أسوي حوائط من القماش والأغراض اللي كانت معي بالتصوير علشان إنه ما تصير معي عملية الصدع. حصل موقف إني قوم هم سجل ريك، بس في الآخر الكاميرا طفت منه وما عرفش المادة تحفز يعني، فطب نعمل إيه نعمل إيه، طبعا الضيف موجود مش هينفع، إن الضيف بيبقى قاعد مش هينفع تعيد مع تاني، بيبقى ضيف كبار في السن عامة، فأول حاجة مش هينفع إن أنت تقول له تعالى نعيد تاني، طب نعمل ايه، فكروا احمد، طب عمار، خلاص هنعمل ندخل مقابلات عمار، خلي عمار نجيبه يقعد في الكرسي ويصور الاسئله اللي هو عايلها يسمعها ويصورها تاني بنفسه في الحلقه اللي بعديها، وجينا وركبناها بنفس محدش لاحظ حاجه، بقينا نشيل عمار ما يجي يعمل مداخله بقينا ندخله بحيث ان محدش بسرعه محدش يخش يعني يخش محدش يلاحظ ان في قطع يعني، ومشيت الحلقه حوالي قعدت حلقتين ثلاثه يعني بالنهايه، فدي كانت بالنسبه كانت صعبه ان احنا ازاي ندخل بقى طريقه ان عمار مثلا نسي ازاي يخش مع الضيف، كان في دخله مع الضيف فكان مره رياكشن يبقى ضعيف يعني بارد مره قوي، فما كانش كانت صعبه شويه ان احنا نظبط المساله يعني وظبطت يعني. بانتاج البرامج او بالانتاج بشكل عام انا مرتبط بجميع الاطراف، يعني انا مرتبط بالاخراج، انا مرتبط بالمعدات، انا مرتبط بالصوت، فأنا مكاني بالنص، أنا إذا ما عندي فلوس أجيب معدات يمكن المخرج ما يطلع زاويته بشكل صحيح، إذا ما عنده الإضاءة الصحيحة ما راح، يعني دوري مهم مع المخرج، بس أنا أساعد المخرج، أساعد مال الصوت، أساعد مال التصوير، نحل المشاكل اللي موجودة باللوكيشن مثلاً، معالجة المكان بشكل عام. وصلت عدد حلقات الصندوق الأسود إلى 300 حلقة تقريبا، احنا قاعد نتكلم عن 300 حلقة تم توثيق العديد من الأحداث السياسية في الكويت وفي الخليج لأول مرة على شاشة التلفزيون بشكل مطلق، كثير من الأحداث، بعض الأحداث نعم هي موجودة لكن كثير من الأحداث على الأقل على صعيد الكويت لم يتم التطرق لها مطلقا على شاشة التلفزيون، كثير من الأحداث على صعيد منطقة الخليج
ودول مجلس التعاون لم يتم التطرق لها، موجودة في هال 300 حلقة، وهو يعتبر رقم كبير جدا. احنا من نتكلم عن 300 حلقة قاعد نتكلم تقريبا عن حصيلة 3 إلى 4 سنوات من عرض هذا البرنامج. احنا الحين تقريبا في العام الرابع من هذا البرنامج.